في صفحة 416 تحت عنوان دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وعندي مخنث، عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وعندي مخنث، فسمعه يقول لعبد الله بن أمية: يا عبد الله، أرأيت أن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا يدخلن هؤلاء عليكن، إلى أن يقول رواه البخاري جزء كذا صفحة كذا. وفي صفحة 417 يقول: والشبهة في الحديث وجود مخنث في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الشبهة. طيب يقول في نفس الصفحة: وهذا الحديث رواه الشيعة كما في الكافي، الجزء الخامس صفحة 523. خلونا نرجع يا جماعة إلى نفس الجزء والصفحة ونقارن، نشوف فعلا هذه الرواية الموجودة في الكافي هي نفسها موجودة في البخاري ولا لا. في الجزء الخامس صفحة 523: عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: كان بالمدينة رجلان يسمى أحدهما هيت والآخر مانع. تحت خط كان بالمدينة، وين بالمدينة؟ مو في بيت النبي، لاحظ الفرق. فقال لرجل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمع، وكان يصفان النساء بأوصاف، إلى آخر رواية في صفحة 524: فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا أراكما من أولي الإربة من الرجال، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله، فغرب بهما إلى مكان يقال له العرايا، وكانا يتسوفان في كل جمعة. إذا تبين أن هذا المخنث المسمى هيت في رواية البخاري أين كان؟ في بيت النبي. أما في رواية الكافي كان في المدينة، يعني ما له شغل ببيت النبي. فهذا الشخص كعادته دلس على القراء ودلس على الناس بأن فعلا ترى الكافي مثل البخاري روى أن هذا المخنث كان في بيت النبي. وهذا الحكم يتركه للمشاهد العزيز. ومعها طبعا كلمة أولي الإربة هم الرجال الذين لا قابلية لهم للنساء.